السلام عليكم لأحلى ناس عندي موجودة النهاردة. احنا النهاردة رايحين تبع فود بارك وشركة شيبسي، عاملين النهاردة تشالنج. التشالنج ده عبارة عن 12 تحدي، التحديات دي اللي هيجيب اكتر بوينت فيها هيسافر يحضر نهائي تشامبيونز ليج في اسبانيا. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل، يلا بينا نروح نشوف. دلوقتي انا خلصت تاني تشالنج، رايح شويه ابتدي ان انا اخش في التشالنج التالت، يلا بينا.